نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أبو الفتوح التابعة لمركز كفر البطيخ ضمن مبادرة حياة كريمة. وتضمنت القافلة عيادات في جميع التخصصات الطبية وكذلك صيدلية لصرف العلاج بالمجان، وتردد على القافلة 906 مواطنا. القافلة الطبية بتقدم للمرضى الكشف والعلاج والأشعة والتحاليل، كل ده طبعا بيتقدم بشكل مجاني. في القافلة النهاردة معانا 12 عيادة تخصصية بيتم تكثيف الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين من خلال المبادرة. مفعلين من خلال القافلة كمان التثقيف الصحي بالإضافة طبعا إلى الكشف، معانا تخصصات مختلفة فيها البطنة والعظام والرمد والجلدية والأنف والأذن والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان. كل الخدمات اللي بتوصل للمريض بتوصل لحد عنده في مكانه، طبعا ده بيسهل على المريض ان هو يتم له الكشف او الفحوصات المختلفه. كمان فعالين من خلال القافله نظام الاحاله ومشددين عليه بشكل جامد بالتنسيق مع المستشفيات الاحاله اللي موجوده في نطاق المحافظه، ان المريض اللي بيجي لي لو هو محتاج تحليل طبي مش متوفر في القافله او اشعه مثلا زي الاشعه المقطعيه او محتاج اجراء معين بيتم له من خلال المستشفى دي، بقوم بتحويل المريض على المستشفى وبيتم استكمال الخدمات اللي بتتقدم للمريض عشان المريض ياخد خدمته بشكل متكامل. تواجدت القافله النهارده في عزبه ابو الفتوح في مدرسه ابو الفتوح، انا شايفه بسم الله ما شاء الله الاقبال كبير، وشايفه ان موجود جميع التخصصات وجميع العيادات، الناس بتكشف ومبسوطه، في تحليل في اشعه، وفي النهايه بنشكر جميع المسؤولين على القافلة الطبية. بتوجه بالشكر أولا للسيد رئيس الجمهورية والجميع الطائم اللي شغال في القافلة الطبية دول، بسم الله ما شاء الله على أحدث مستوى وعلى أحدث نظام، والكشف فيه بسم الله ما شاء الله، والرعاية الطبية كاملة متكاملة. وأنا كمواطن دخلت قسم العظام ودخلت قسم الجلدية والحمد لله كشفوا عليا برعاية وباهتمام وصرفوا لي علاج، والحمد لله تناولت العلاج امبارح وحسيت الحمد لله راحة كويسة النهاردة. وده طبعا مشروع قومي جميل جدا جدا جدا، وربنا يبارك لنا في رئيس الجمهورية والجميع العاملين من الأطباء والمشرفين على القافلة الطبية ديت الجميلة.